متواجد في مطار الملك عبد العزيز الدولي تحديدا في صالة النقل في الحديقة التي أنشأها المطار بمساحة 18,000 متر مربع. هذه الحديقة بتضم زي ما احنا شايفين أكبر حوض سمك في المطارات في العالم. هذا الحوض بيضم تقريبا 2000 سمكة من البحر الأحمر ويضم عدد كبير كمان من الأسماك النادرة مثل القرش زي ما احنا شايفين. أتمنى أنكم تكونوا شايفين القرش، هو حجمه مرة صغير الموجود هنا غير عن الموضوع اللي احنا متعودين عليه. يعني لو تفتكروا ممكن نقول سمك القرش لطيف، فأتوقع أنه ما يقصدوا هذا النوع من القروش هو اللي راح يكون لطيف. كمان عندنا أيضا نوع ثاني من الأسماك النادرة اللي هو التريفالي والنابليون، وفي مجموعة كبيرة حقيقي من الأسماك النادرة الموجودة هنا، وبتتغذى هذه الأسماك بطريقة آلية وبيأكل أكل بحري أكل طازج. هذا الحوض يمكن لو قدرنا بس كنا نطلع معاكم قبل ساعة من الآن كان مداكم تشوفوا معانا الغواصين الموجودين داخل الحوض اللي بيقوموا بعملية تنظيف الحوض بشكل دوري وبشكل مستمر. حوض السمك الموجود بمطار الملك عبد العزيز واللي يعد الأكبر من نوعه بسعة 1,000,000 لتر، ومكون كمان من الماء الحالي والملح الألماني وبدرجة حرارة معينة، يعني درجة حرارته هي 26 درجة، وكمان الماء الموجود مليء بالمعادن والبكتيريا النافعة عشان يهيئ جميع الأسماك للعيش في هذا الحوض. قبل ما يحطوا أي سمكة في هذا الحوض سارو عبد الإله بيتم تهيئتهم في أحواض خاصة، وبعد ذلك بعد تهيئتهم يرجعوا يحطوهم في الحوض اللي احنا نشوفه أمامنا. الحوض احنا الآن يعني لو أصور لكم الامتداد للأسفل لأنه الحوض بارتفاع 14 متر وقطر 10 أمتار، يعني أنا لو وقفت جنبه ما راح أبين ولا أي حاجة. سارة أنت عارفة عاد طولي ما شاء الله متر ومتر وخليني ساكتة إذا سألتوني عن طولي، يعني لا أقارن أبدا بحجم الحوض اللي موجود أمامي هنا. وعلى فكرة إذا احنا شايفين يمكن أكثر منظر جمالي موجود بالحوض اللي هو الشعب المرجانية. الشعب المرجانية طبعا المشهورة جدا في البحر الأحمر. الحوض هذا موجود في صالة النقل، يعني جميع القادمين لمطار الملك عبد العزيز بيوصلوا في البداية بيستقبلهم هذا الحوض الجميل. وطبعا الحياة البحرية الرائعة المستوحاة من البحر الأحمر موجودة هنا بتنقل لهم صورة جميلة عن البيئة البحرية الخاصة بالبحر الأحمر. يعني أتوقع أحلى لقطة الآن لو تأخذ لنا إياها بندر وأنا موجودة جنب أسماك القرش. هذه القروش يا غدير، حاولوا أنكم تتخيلوها أنه أنا معاهم وأنا جنبهم بطريقة ما، لكن فعلا هي شكلها لطيف. هذه هي القروش اللطيفة أتوقع اللي تكلمنا عنها لأنه هي صغيرة جدا، يعني أنا حستها لطيفة صراحة. خلينا نشوف يعني القروش، انا ما اعتقد انه في قرش لطيف لكن يمكن عشان حجمها الصغير فانت شايفتها لطيفه. طبعا غدير ايوه فعلا يعني الحجم له دور، لكن يقول لك دائما يوضع سره في اضعف خلقه. جميع الاسماك الموجوده ايضا حتى الشعب المرجانيه كلها من البحر الاحمر. فعلا صحيح، جميعها من البحر الأحمر، حتى الأسماك النادرة الموجودة هي من البحر الأحمر والشعب المرجانية. زي ما قلنا بينقل صورة رائعة عن الحياة البحرية الخاصة بالبحر الأحمر أو بحر جدة والبيئة البحرية الخاصة بجدة. كيف شايفة الناس وتفاعلهم مع الحوض؟ يعني أنا ملاحظة وأنت بتتكلمي أنه الناس معجبة في الحوض وبتصور المكان، كيف شايفة؟ أنا كنت مركزة معاكم، لكن الآن بس بمجرد أنه أنا التفت فعلا في مجموعة كبيرة كل الناس اللي بيمروا من هنا، لأنه هو شيء ملفت ومنظر جمالي أكيد جميل، فبتلقي أنه الجميع واقف يصور أو حتى بالأسفل الناس موجودين عشان يصوروا حوض السمك أكيد. ممتاز، يعني شكرا لك غدير على هالجولة الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله أنه أول ما نوصل جدة على طول نروح نتأمل في هذا الحوض اللي فعلا أول ما تنزل من الطيارة سواء رحلات الدولية أو حتى خلينا نتحدث. هذا سؤال مهم بالنسبة للغدير، طبعا هذه في الصالة الدولية. إحنا الآن في صالة النقل
لا احنا الان في صالة النقل، يعني مثلا اذا انت كنت رايح بالمطار حاب انك انت تستاجر سيارة او انك انت تاخذ تاكسي، انت لازم تتواجد في هذا المكان. بالنسبة للمغادرين فهم في الدور الاسفل، ما راح يعدوا من هذه المنطقة، لكن جميع الواصلين لمطار الملك عبد العزيز باذن الله راح ينزلوا على صالة النقل. جميع الواصلين حيشوفوا باذن الله هذا الحوض الجميل. هذه النقطة، انك من مجرد ما تصل الى جدة في جولتك السياحية ترى هذا الحوض اللي يستقبلك بالثقافة البحرية فعليا لجدة، فأكيد أنه حيعطي انطباع رائع أكيد. لأنه اللحظة الأولى ترى في المطار هي من تعكس هذه الانطباعات عن المدينة أو المكان اللي تفضل زيارته. شكرا جزيلا لك غدير البلوشي بجوار الحوض الضخم، حوض بجوار القرش اللطيف يا غدير. يعطيك العافية. يعطيك العافية.